صديقي العزيز، بدك تحدد منفصلين ولا متطلقين؟ لأن كتير بتفرق. استاذ الكريم، متطلقين يعني ايش فرقت؟ بس هدول جماعة الهاي ياي بيقولوا لك منفصلين، يعني عم يزرفوها. بس انقطعت مياتهم من بعض وبتجي للواقع، الواحد فيهم حط اجره بظهر التاني ورفسه برا حياته. يا صديقي، الطلاق اهم اسبابه هو الانفعال والتسيع. ايه استاذي، مثل ما تفضلت، الانفعال والتعلق. بس الواحد لازم يكون مثلنا، اعصابه هاديه. العصبيه مو حلوه، بس ومع ذلك ما في فرق بين اللي بيقول منفصلين او متطلقين. يلعن ابو اللي نفضك. لك يا ابو حنفيه، شلون بدك تعرف اذا يجل حلف يمين على المية ولا لا؟ مصطلح منفصلين يعني متفقين على الطلاق او في يغبه. شو هي يغبه؟ لك يا استاذ الكريم، الطلاق اساسا يا اما بتكون الصمنه بايظه او قياسها مخالف، او لك ما عم تركب معي. قصدك ما في توافق؟ كيف يعني ما عم تركب معك؟ لك ليش اسمك مصلح؟ يا ربي، مين ويتني على الوقت عطاني يا امك؟ الظاهر انت. لا هيك كتير بلشت تعفس على البقلة، حاش تعمل لي حالك فهيم ومثقف وانت ما بتعرف مفتاح الشق من الكريكو. عفوا، اذا بتيد لا تغلط علي، انت في بيتي، تفضل من غير ما تيود، انت طالق. ايه وانت منفصل، تعرف. أعزائي الصريحين، عزيزاتي الصريحات، والمنفصلين والمطلقات، أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج الصريح. بهذا الموسم رح نكون معكم كل يوم 3-10 مساء بتوقيت سوريا وتركيا. لك شو صاير لكم؟ لك صاير ما في أسهل وأكثر من الطلاق؟ ليش؟ تتصل برفيقك مشان تبارك له على زواجه، بقول لك تسلم بس والله انفصلنا. شو؟ لك ليش انا عم بعزمك على الغداء؟ تسلم والله بس سبقناك. ايام زمان كلمة الطلاق كان لها هيبة يا اخي، كانت ما في حدا بالحارة الا ما يضرب فلان طلق فلانة. هلا بايامنا هي الطلاق صار ولا اسهل من هيك. بتيجي المرأة بتقول له طلعني، بقول لها ثواني بس معي تليفون وبطلقك. لا بدي اطلق. لك يا اخي انت عم تطلب لها غدا يعني؟ معلم، بدال 2 شاورما سايون 1 شاورما لاني بدي اطلق المرة، و2 كريم توم، وطالق بال3. حدا بده شيء يا شباب؟ وراس الفلافل عملنا اياهم من هدول المبخشات، وبكمل حياته عادي ولا كاني صار شيء. طلاق ايام زمان كان تراكمي، يعني مثل ساعة الكهرباء، وقت اللي بتسحب كتير بتزيد الفاتورة. خبري زوجي يراجعنا مشان يدفع والا بنقطع له اياه. اليوم صار الطلاق مثل لعبة بلاي ستيشن، بس اخطأت خطأ صغير بس بالبلاي ستيشن يا اخي في إعادة. هون ما في مجال، خالصين انفصلنا. يعني أهل أول تسأل لك ليش انفصلتي أو عفوا اتطلقتي، تبقى تحكي لك قصص وجرايد وهيك عمل فيني وهيك قضيت و... اليوم بتجي بتسألها يا بنت الحلال ليش اتطلقتي؟ ايه ما حبيته، ايه ما رضي بكذا. والكزايات كتيرة، وكل واحد ووحدة بيعرف الكزايات تبعته، وخلوا الطابق مستور. مسيطرة. لاه يا حريمي لاه. لك ليش اتجوزتوا من الأساس؟ طبعاً الكلام إلك وإله، مو بس هي المتسرعة، هيك الجازة بهالبساطة؟ بتتسرعوا بالجازب، بتتسرعوا بالإنجاب، وبتتسرعوا بالطلاق؟ هيك خربان البيت؟ هيك الأولاد يضيع مستقبلهم؟ يعني عادي؟ يا سيدي حط الخرج. الطلاق المتسيع هو نتيجة الزواج المتسيع، فإذا غلطت وتسيعت وتزوجت لا تغلط وتتسيع وتطلق، لا تتكاثر. إذا بتعرف حالك ممكن أشتم، بدي أقل الأدب. أنت واحد يجعي ومتخلف وغيب الأطواي. أنا كتير سوري تقلت العيار، بنرجع يا فقية الصيح، شوفكم بخير. نحن بالعادة بحفلة عرس أو بتلبيسات أيام حلاوة أو بشكل عام بكل سوريا منقول بس هلأ بالطلاق كمان صار فيه عراضة، صار يقولوا انشروا على الفيسبوك وانشروا على الانستغرام وانشروا على كل مكان بالكرة الأرضية.
هلا بصراحه ما كنت بدي احكي بالقصة، بس قلت لحالي ليش التخبيه؟ طالما انا صريح وانتم صريحين وصريحات، وهي للامانه كمان كانت صريحه وقالت لنا شو لازم نعمل. مبروك والله العظيم، قلبي فرحان. طيب معك انا، بس نحن شو ذنبنا؟ لك حتى اللي جنبك شو ذنبه؟ صحي منو هي؟ يا شباب منو؟ حدا عرف منو هي؟ بتعرفي انه شعورنا نفس شعوره تماما لما كنا عم نشوف الفيديو؟ بتضحك يا رزق، بتضحك يا رزق. عفوا بس ثواني بعد امركم. ايه كنترول. جوزة نزل رد. عفوا طليقه. منفصل اذا بتيد. هذه المشكله اللي بيني وبين لما لعدة اسباب، انستغرام، الموبايل، طلعات، الفوتات، العزايم، اخذوا العطاء لما دفعت 20,000 دولار من مصرياتي للمحامي لترفع لي دعوه، لانه لما ماكدونالدز ما بتعرف تطلب لحالها. شكرا كثير لكم، ويا ريت تحترموا خصوصيات. يعني لو هذا الشيء اللي عم بيصير طبخه كان الشيف تبع الله يبارك له قال انه هي الوصفه النظاميه لتفكيك المجتمع فوق ما هو مجتمعنا متفكك. ابوت الله قمي الله. يعني هذا النشر تبع اسرار البيوت شو الفائده منه يا اخي؟ لا تنشروا، لك في اطفال عم يشوفوكم. لك لا تنشروا، اللي عايشين باوروبا عم يشوفوكم، واللي عايشين بسوريا عم يشوفوكم وعم يتعلموا منكم وعم يقلدوكم يا قدوه. شلون؟ هلا هو صاحب قضيتنا، كل واحد له رأي، واحد بيحط الحق عليها وواحد بيحط الحق عليه. كل النسوان عم تطلق وكل النسوان طلعت وانت السبب. هلا نحن مختلفين بمين السبب وعلى مين الحق، بس متفقين على شغلتين. اول شغله انه الطلاق لازم يكون اخر حل، واذا صار يا اخي هاي حياتكم الشخصيه وانتم احرار. ثاني شغله، النشر على السوشيال ميديا كتير غلط. صح يا استاذ؟ صح يا روحي. يوحي بيوحك يا يوحي، يوحي نبيوح، فصل ضيوحك عن يوحي، يوحي بتيوح. وهلا منرحب بالاستاذ المنتج الفنان البروفيسور اللي بيفهم بكل شيء، الفنان محمد قبند. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد قبند. اكيد شفت الاغنيه، هل انت مع الطلاق ام ضد الطلاق؟ انا شلون بدي اقول لك، يعني مو زي فرت على بريطانيا ورجعت شفت اني هذا ما بيجي معقد معه، حكيت على جواز القصيرات انا ضده، وهن كلهم بيقولوا لي اني شني هيك، عرفت علي شلون؟ ما هو رايك بهي الحالات المنتشره على السوشيال ميديا؟ هلا شوف، يعني نحن السوريين ما شاطرين غير على بعض. ها اذا ما عجبك الكحل ليش تدمبه؟ عشاني عشقان ولا هي ما تقول لي، ما تقول لي انا ما عندي، كله مثل بعضه، الطلاق ولا الجواز ولا السفر. على وين انت؟ مسافرة يعني؟ لا لا لا. شكرا لك استاذ محمد قبند، وصلت الفكرة بشكل دقيق جدا، تحياتنا لك استاذ محمد. يا جماعة الصريحين والصريحات، جيل الشباب والصبايا العزابية، لا تتسرعوا. بعرف انه في وقت بتحس انك لازم تتزوج وتستقر، والزواج اكيد هو سكينة للروح، بس اذا ما تزوجت طبعا احسن ما تتزوج وتطلق. اول شيء هي بنت ناس، ثاني شيء مشان الاطفال، ثالث شيء واهم شيء الطلاق رح يأثر عليك طول حياتك. كتب حياتي عين ما شفت زيه كتاب، الفرح في صخري والباقي كل عذاب عذاب. أهل أول قالوا كتير حكم، مثل اللي ما بياخد من ملته بيموت بعيلته. يمكن ما بتنطبق على أيامنا هلا، مثل اللي بيتعرف على وحدة وبيرتبط فيها بلعبة الببجي وبيتزوجوا وبيجيبوا أولاد وبيكتشفوا فيما بعد أنه اللعبة غير الواقع. الزواج على سفر مصيبة المصايب، وأكثر الطلقات عم بتصير منه. للأهل بقول اعملوا كل شي بتقدروا عليه من الأخذ بالأسباب ولا تسترعوا. ونصيحتي للعيلة اللي بتطلع على أوروبا وبتيجي المرة بتطلب الطلاق بعد يومين أو شهر، بحب أقول للزوج يا أخي اصبر على مبتلاك، وبقول للزوجة ما حلوة منك يا بطة، نجحت معاك الخطة. حلو خطبة يا قطة، نجحت معاك الخطة. بالنهاية يكونوا بخير ولا تتطلقوا، إلا إذا كانت العيشة مع بعض صارت من سابع المستحيلات وكلها قهر ونكد ومقت. وإذا اتطلقتوا طيب كونوا حضاريين واتفقوا ولا تعملوا حرب كرمال الأولاد. لك يا أخي كرمال السوريين، لك كرماله لا الله، ولا تعملوا مثل هاي. ويلا سلام. بدي زلغت، أنا بدي
صرخت صرختي معي صرختي معي تعبت تعبت ألف مليون مبروك والله العظيم مبروك ألف مليون مبروك والله العظيم مبروك والله ما لي فرحان ترى كنتي صديق ألف مليون مبروك والله العظيم مبروك ألف مليون مبروك والله العظيم مبروك والله قلبي فرحان من عمقتي صديق والله عندي فساتين جت من الاعلانات والله العظيم فرحان كل بعرس العرس طم 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 العرس طم طم والله حلوه طلعت حلوه طلعت حلوه والله مسوي مبروك مبروك والله العظيم مبروك والله العظيم مبروك والله قلبي فرحان من عمقتي صديق اشتروا على الفيسبوك واشتروا على الانستغرام واشتروا على كل مكان بالكره الارضيه. ايه والله يا حب دون ما يصلحه لك انا شو بدي بالطلاق والانفصال وليش من الاساس لحتى اناقشه بالنهاية يكونوا بخير ويا أخي لا تتطلقوا معلش تحملوا حالكم هالفت بس بلا بعد الانتخابات ما أفصل نقولها بهي انت نسيت تجي تعطيني المحرمة يا سلام لازم تجي تعطيني المحرمة يا سلام فينك يا عامر عطيني المحرمة المحرمة أعزائي جوزة طلقني يا أخي طلقني مثل الطلاق كان طلق فلاني الطلاق 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 من أبسط طلقه كان طلاق ثلاثة طالق طالق بالثلاثة طلقنا المرة طالق روحي شه ليش بقولوا شه موسيه مثلا موكه شه نه كه سي يعني هاد يعني هذا التليفون اللي إجا الله بالنهاية إن شاء الله تكونوا بخير ويا أخي كرمال الله لا تطلقوا اجعل للملائكة اجعلوه للدنخ إلا إذا كانت العيشة مع بعض صارت من السابع المرستنستنطن نرجع نرجع على عرض صعب